اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. ازاي تكون صلاتي مستجابه؟ ده موضوع حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيفي المهندس يوسف لطفي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك نرمين. كلنا عندنا طلبات واحتياجات، لكن مش كل الطلبات بتستجاب، ومش كل اللي بنتمناه بيتحقق. يا ترى المشكله فين يا باشمهندس؟ يعني اكيد كل واحد بيبقى نفسه قوي ان طلبته انها تتحقق، ويبقى بيصلي بيها من قلبه، لكن بعض الاحيان ما بت... الطلبه ما بتستجبش، فده بيسبب احباط بقى للشخص، وبيبقى متضايق وليه ربنا سيبني. اول حد بيرمي عليه اللوم ربنا، ربنا ليه سايبني، ربنا ليه مش سامع، ربنا ليه مش شايف، ربنا ليه مش بيستجيب للطلبه. عايزين النهارده كده يعني نفكر ونشوف هل كل صلاة بتستجاب؟ احنا عندنا نماذج كتيرة جدا في الكتاب المقدس لصلوات بتستجاب، وصلوات بطلبات صعبة صعبة جدا، ومع ذلك ممكن في نفس الليلة، وساعات في نفس الواحد لسه بيخلص الصلاة والطلبة بتستجاب. طب يعني ازاي ليه؟ ازاي نوصل للمرحلة دي؟ احنا مش بنتكلم على حاجة صعبة ولا حاجة يعني مستحيلة، ولا بنتكلم على قديسين بيصلوا، لكن هي المشكلة كلها احنا بنصلي ازاي، والتكنيك بتاع الصلاة ازاي. لو عرفناه هنوصل. يعني الصلاة المستجابة ليها تكنيك معين. ليها يعني زي خطوات. احنا ساعات لما بنيجي نصلي بنعمل خطوة قبل خطوة، فالدنيا بتتكعبل. فنشوف كده، يعني هحكي الأول ثلاث حكايات بثلاث صلوات. اتفضل. يعني نحكي الحكايات الأول ونقول بعد كده الصلوات، ونشوف إيه اللي بيربط ما بين الصلوات ده، رغم إنها اتقالت في أوقات مختلفة وفي أزمنة مختلفة، حاجات في العهد القديم وحاجات في العهد الجديد وكده. يعني أول صلاة كانت بتاعت صلاة ملك اسمه حزقية. ملك حزقية ده كان ملك مبارك جدا، ملكه عنده 25 سنة، وكان زي ما يقول كده الكتاب عمل المستقيم في عين الرب. الملك ده أول ما مسك الملك أزال المرتفعات وقطع السواري وشال التماثيل، وقال للناس أنتوا توجهوا كلكم لعبادة الله، الله هو اللي نعبده. فضل ماشي الملك حزقية ده. قام بقى في ملك أشور كان اسمه سنحريب. الملك ده كان قوي جدا، قدر ان هو يتغلب على ممالك كتيره جدا، حتى يعني الملك حزقيه ده كان بتاع مملكه يهوذا، زي ما انتم عارفين في مملكه يهوذا ومملكه اسرائيل. هو كان في ماسك مملكه يهوذا، الملك على مملكه يهوذا. الملك سنحريب دوت راح على اسرائيل، على ملك اسرائيل، وسباهم كلهم وخدهم عنده في المملكه عبيد. مرت السنين وابتدى سنحريب يوجه بقى نفسه على ملك يهوذا حزقية، وحاصر المدينة، وبعت القوات بتوعه، واحد اسمه ربشائي، وقعدوا يعيروا في الملك حزقية ده بطريقة صعبة جدا. الملك حزقية ده نسيت أقول لك إن هو يعني بيقول إيه، على الرب اتكل. كان الملك يقول لك ما فيش قبله ولا بعده ملك اتكل على الرب زيه كده. ابتدى الرئيس الجند ربشاقي يعير شعب اسرائيل، يقول لهم انتوا ما تعتمدوش على حزقية ده، اللي بيتكل عليه ده مش هيعمل له حاجة، هو في حد قدر ان هو ينجى مني؟ حزقية قال للشعب كله يسكت، محدش يتكلم. وبعد ما خلص الكلام بتاعه راح حزقية ودخل وابتدى ان هو يصلي، وطلب كمان مساعدة أشعياء النبي إن هو يصلي عنه. هنحكي في الصلاة قال إيه كمان شوية، لكن إيه اللي حصل بعد الصلاة دي في نفس الليلة؟ يقول كده ربنا بعت ملاك واحد موت 185 ألف جندي من عند سنحريب، ورجع سنحريب مخزي لبلده، وطلعوا عليه ولاده الاتنين قتلوه. رغم انه ما كانش في بلد من البلاد اللي حوالين حزقية نجيت منه. لا، كان سنحريب كان ملك اشور، فكان اشور دي كانت مملكه، كانت ساعتها كانت
متعظمة جدا، وقدر انه قدر ان هو يضرب عمالق كتيرة يعني. حزقية صلى صلوة، نبص كده نلاقيها مثلا 10 آيات مثلا ولا حاجة في نفس الليلة. ملاك من عند ربنا جه وأبات 185,000 من جيش جندي. سنحريب. الصلاة التانية كانت بتاع الملك يهوشافاط. ملك يهوشافاط ده في وقت من الأوقات كان ملك برضو مبارك جدا وحلو. قام عليه 3 بلاد، مؤاب وعمون وجبل سعير. الثلاث ممالك دولت كانوا أقوياء جدا جدا، ومن خلال صلاة يهوشافاط كده نعرف انه شعب اسرائيل لما كان طالع على ارض الموعد خد في سكته ملوك كتيرة. ربنا ال3 ممالك دي قال له ابعد عنهم وعدي، ما تخشش في مواجهة معاهم لانهم كانوا اقوياء، وربنا لسه شعب اسرائيل لسه طالع كده، فايه فمش عايز يعني يهزوا او كده يستعد يعني. يواجهوهم دلوقتي. راح يهوشافاط، وطلع ساعتها بقى واحد مش من نبي، واحد لاوي اسمه يحزائيل ابن زكريا، وابتدى يعمل حاجة جميلة جدا، ان هم ابتدوا يسبحوا. يقولوا كده لما ابتدى الغناء والتسبيح وهم بقى بيصلوا، يعني يهوشافاط صلى الاول الصلاة هنشوفها دلوقتي، ابتدى في الغنى والتسبيح يقول لك وضع رب الله أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير، ضربوا في بعض وموتوا بعض. في نفس اليوم آخر صلاة هحكيها احنا برضو. هنعرف بعد يعني الحكايات نشوف الصلاة دي، ازاي ما انا عشان الصلوات دي انا حبيت احكي، نجت. احب احكي الحكايات الاول اتفضل. علشان لما نيجي نقول الصلوات نعرف نربط ما بين ايه، هتلاقيهم كلهم ماشيين تكنيك او طريقة واحدة. الصلاة الثالثة. الصلاة الثالثة بقى بتاعت التلاميذ والرسل، كان يوحنا وبطرس جم عند باب عند الهيكل بتاع الجميل، كان في واحد اعرج جم كان بيستعطي يعني بيشحت، فقال له احنا ما عندناش حاجه غير باسم رب يسوع، راح مد ايده بطرس وراح مقومه وقام. الناس بقى طبعا في الوقت ده ابتدت يعني ايه المعجزه الجميله الكبيره ده، هي مين اللي كان متغاظ الكتبه والفريسيين؟ راحوا لقوا البلد هايجه، ايه ده عمالين بيبشروا بيسوع اللي احنا لسه مموتين. سلينا. فراحوا على طول مسكنهم ورموهم في السجن، لانه كان بالليل. تاني يوم جابوهم، انتوا بتعملوا كده ليه؟ فبطرس قال له حل عليه الروح القدس وقال له بشخص واحد ينبغي الخلاص الرب يسوع، بكل مجاهرة قال له الكلام ده. حاولوا يسكتوهم، طب مش عارف ايه، قعدوا راحوا مطلعينهم بره المجمع وابتدوا يتفقوا هنعمل فيهم ايه دولت. طب اتفقوا على انهم يهددوهم ويقول لهم ما تكلموش تاني على يسوع ده. وفعلا راحوا ماسكينهم، قالوا لهم مره تانية احنا هنسجنكم، وقعدوا يهددوهم اوعوا تقولوا اسم الاسم ده مره تانية. ساعتها حتى بطرس ويوحنا قالوا احنا ما نقدرش نعمل الا اللي ربنا يقول لنا عنه. ينبغي أن يطاع الله. بس يعني كان حزقية خايف ويهوشافاط كان خايف والتلاميذ برضو كانوا خايفين، فوقفوا قدام ربنا وصلوا. يقول لك ايه في الصلاه دي بقى، ايه المكان اتزعزع، المكان اتزعزع اتزلزل زلزال حصل، وان الروح القدس حل عليهم واخدوا روح مجاهره بقوا يبشروا ويشفوا مرضى ويعملوا الحاجات دي كلها. طيب صلوات مستجابه، عايزين نعرف نعرف بقى التكنيك. ايه الصلوات ونعرف منها التكنيك. صلاه حزقيه مثلا لو نقدر نطلعها في الكنترول على السادة المشاهدين. ممكن نطلعها. وصلى كده حزقية أمام الرب وقال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع، وافتح يا رب عينيك وانظر واسمع كلام سنحريب الذي أرسله ليعير الله الحي. حقا يا رب إن ملوك أشور
قد خربوا الأمم أراضيهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، ولأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر فأبدوهم، والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده، فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. تلاقوا في الأول في إيه؟ تعظيم لله وتسبيح لله وإظهار لقوة الله، وبعد كده راحوا شرحوا المشكلة، شرح المشكلة حزقية، وفي الآخر طلب الطلبة. نشوف بقى يهوشافاط عمل إيه. يهوشافاط بيقول كده: فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة وقال: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف، قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلص. والآن هو زبني عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حينما جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، فهوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعين. تعظيم لله. ويعني حتى يهوشافاط يعني قال كلام كتير جدا يعني على الله وعلى قوته، وإنه إن الـ 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 الناس دول اتغلبوا الممالك دي لأن الآلهة بتاعتهم أصنام وحجر، لكن إحنا عندنا إله قوي، ووعدنا لما نيجي نقف قدام البيت بتاعه ونصلي بيستجيب. تكنيك واحد: تعظيم لله، عرض للمشكلة، طلبة. هنفهم ليه التكنيك ده. نشوف آخر حاجة صلاة التلاميذ. هي صلاة صيرة: فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. تعظيمه. القائل الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل، وقامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح؟ لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أنتك أن يكون. والآن يا رب، أدي التعظيم، شفتيه؟ أيوة. بعد كده بقى ابتدى إيه؟ بيشرح المشكلة: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم. إيه الطلبة؟ امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. ومنتهى البساطة علشان ما طولش، السر على فكرة في رقم واحد: تعظيم الله. تعظيم الله، لأن بمنتهى البساطة كده الصلاة المستجابة آية واحدة قالتها: كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالون. هيجي الإيمان منين؟ هيجي الإيمان من حضور الله. حضور الله بيجي بتسبيح الله وتعظيم الله وإعلان قدرته وعظمته، وإن هو اللي متسلط على كل، زي ما سمعنا كده في الصلاة، متسلط، ضابط الكل، خالق السماء والأرض. خالق السماء والأرض، إله عظيم قوي قادر كبير قوي. هو ده السر. أنا لو ابتديت، في ناس كتيرة بتصلي إنها بتبتدي من المشكلة، أو بتبتدي حتى ساعات من الطلب: يا رب أنا عايز الحاجة الفلانية. ولما تطلب الحاجة: أصلي كذا وكذا وكذا، تشرح المشكلة وتلاقي نفسها اتزحلقت في عرض المشكلة. الحاجات دي كلها بتنزل فين؟ تحت. المشكلة بتكبر، المشكلة بتكبر قوي.
والله مش بيبقى موجود في المشهد، لكن لما الـ الآباء القديسين دولت ابتدوا بالعكس، ابتدوا من قوة ربنا، ابتدوا يحسوا بحضور الله، بقوة الله، الإيمان بيرتفع، ابتدوا يطلعوا فوق المشاكل الصغيرة دي. كل ما تطلع فوق المشاكل بتصغر، لكن لو أنت عايش في المشكلة وبتصلي، يقولوا كده الصلاة اللي بتبتدي من فوق من السماء بتنتهي تنتهي في في السماء السماء. في استجابة، لكن الصلاة اللي بتبتدي من الأرض ومن مشاكلنا ومن ضعفاتنا تنتهي في ومن الأرض. عجزنا واحنا مش قادرين واحنا مش ما حزقية على فكرة قال ليس فينا قوة، قالها بس قالها امتى؟ بعد ما عظم ما الله. عظم الله. فكان حضور الله قوي جدا وعظيم جدا في الصلاة، فابتدت الصلاة ده على طول بيبقى طريقها واحد، ليها استجابة. استجابة سريعة. نفسي ان احنا كلنا ان احنا نتعلم القصة دي، نتعلم من ابائنا القديسين والاباء الرسل، بنلاقيها في القداس، بنلاقيها في صلوات الاجبيه. البدايه دايما بوجود الله، الله لما بيكون موجود في المشهد المشاكل بتظهر. الله قدير جدا وقادر جدا، احنا مش بنجامله لما بنسبحه، لا طبعا، يعني هو الخالق، هو خالق كل في حاجه الأشياء. كمان، حاجه حطها يهوشافاط في الموضوع ده كمان زياده، التسبيح بالغنى، الغناء، ابتدوا الغناء والتسبيح. لما ابتدي الصلاه بتاعتي كده بترنيمه بلحن بتسبيحه، ابتدي كده الاقي نفسي ايه، ابتديت اطرف المشاكل اللي ضغط عليا ومضيقه عليا والتهديدات والناس دي كلها بتصغر قدامي، لاني حاسس ان انا مش قاعد لوحدي ومش واقف لوحدي ومش بكلم الهوى، ده انا بكلم اله قدير. الله الله فعلا قدير ويستاهل التسبيح. اللي مش عارف قدرة الله ممكن أقولها له ببساطة كده في مثل بسيط، الكرة الأرضية، يقول كده في أيوب كده المعلق الأرض على لا شيء. الكرة الأرضية دي، متخيلين الكرة الأرضية؟ بيقول لك هقول شوية أرقام كده بسرعة، الأرض دي وزنها مش عارف تريليون بليون طن، كتلة كبيرة وزنها كبير قوي. يقول لك دي بتلف حوالين نفسها بسرعة 26 كيلو في الدقيقة، حوالين نفسها، حوالين نفسها 26 كيلو. الأرض دي محيطها كله حوالي 40,000 كيلو متر، بتدور حوالين الشمس بسرعة 30 كيلو متر في الثانية، وبتسير مع الشمس في سرعة خطية حوالي 230 كيلو متر في الثانية. الأرض دي متعلقة إزاي؟ في الكون ده متعلقة إزاي؟ وإحنا قاعدين عليها، ولا الميه اللي في البحر اتكبت، ولا البيوت بتاعتنا وقعت. اللي ماسك الدنيا دي اله قدير ولا مش قدير؟ طبعا يستحق طبعا، اللي التسبيح ولا ما يتأمل في يستحقش؟ الكون دوت يدرك كم عظيم، يعني ليس العظمات استقصاء. وبتبين لنا كمان ان الاله القدير ده لما يكون معايا مفيش اي مشكله هتقدر ان هي تتعبني. زي الآية اللي بتقول إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، يعني لما الرب بيرتفع في عيني بيعرف يرفعني كمان معاه. بيرفع إيماني، بيرفع ثقتي بيقول كده، بحس كده إنه الطلبة دي صغيرة قوي على الإله العظيم ده. ده يعني بيقول لك كده عنده للموت مخارج. مخارج وعنده حلول لكل مشكلة ولكل ضغطة ولكل صعوبة. نفسي إن إحنا النهاردة نتعلم التكنيك ده، ما نبتديش آمين. بالطلبة ولا بالمشكلة نغوص فيها، علشان هتلاقي نفسنا إن إحنا إيه، وقعنا على الأرض، أيوة، لكن نبتدي بيه بتعظيم هو الله. بتعظيمه بتسبيحه، ان هو قادر وقدير يستطيع كل شيء ولا يعثر يعصر أي عليه أمر. اي امر. يعني كلمات مشجعة لكل طلبة صلاة النهاردة هنكون بنصلي ليها، يكون بنعظم الله، ويكونوا أحبائنا بيشاركونا في طريقة تكنيك للصلاة المستجابة، ونكون بنمارسه النهاردة مع بعض. فأمين نكون بنتعلم يعني التكنيك دوت امين، لخيرنا. نكون فوق في السماء أمين. بتعظيم الله والصلاة اللي وتسبيحه. بتبتدي من السماء بتنتهي في السماء. امين أمين أمين. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، وإن شاء الله نتقابل في حلقة تانية. ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا بنكمل حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيوفي معايا مدام نيفين رفعت. اهلا بك يا نيفين. اهلا بك يا نيفين.
استاذ وجدي رشدي، اهلا بك يا وجدي. اهلا بيك يا نرمين. استاذ نشأت مكرم، اهلا بك يا نشأت. اهلا بيك يا نرمين. اهلا. متشجعين نكون بنكمل في صلاتنا وفي تشجيعنا لحملة تعاملون مع الله مع أحبائنا في قناة الحرية، ومتشجعين قوي أنه نكون بنساهم في هذا العمل علشان تكون رسالة المسيح بتكمل، وتكون يعني صوت الله بيوصل لكل المسكونة. فإحنا محتاجين نكون بنكمل معاهم وعايزين نصلي كمان. أمين. أنا بنكمل معهم بالإيمان إن الرب يسدد كل احتياج. أمين. لكن إحنا بنشجع كل حد من أعزائنا المشاهدين يكون بيشارك، لأن المشاركة دي بتساوي بركة لي وبركة للقناة للعمل. وبركة للخدمة وبركة للكرازة بالإنجيل. وإحنا عندنا قوانين واضحة للبركة، يعني إحنا معروف إنه في ملاخي الكلام اللي معروف جدا عن العشور بيقول هاتوا جميع العشور وجربوني ليكون في بيت الطعام. وإذا كنت هتكلم موقف عند كلمة بيت الطعام، فالبعض ممكن يظن إنه الطعام اللي هو الأكل والشرب العادي اللي بتاكله الناس، لكن هنا يعني إحنا بنتكلم عن إنه الرسالة بتاعت قناة الحرية وكل قناة مسيحية إنها تقدم طعام روحي لكل نفس محتاجة، لكل نفس متعبة، لكل نفس جعانة، العالم مليان يعني بالاحتياج ومليان بالإحباط ومليان باليأس، محتاج طعام روحي حقيقي يحيي. جربوني هذا قال، هكذا قال الرب إن كنت لأفتح لكم كوى السماء. هنا بتبتدي قوانين البركة. الدين مد يدك بالعشور عشان تتبارك، وأفيد عليكم بركة حتى لا توسع، وانتهر من أجلكم الأكل. إيه ينتهر من أجل الأكل؟ يعني أنا النهاردة عشان أقفل باب الأكل اللي إيه؟ اللي بيستنزف فلوسي ويستنزف مواردي بطرق متنوعة، خسائر وأمراض وحوادث وبيوت ما فيهاش سلام. فهنا استنزاف الأكل هو كأنه إبليس واخد فرصة، لكن النهاردة إحنا بنقفل الباب ده على إبليس إنه إيه؟ قدم من عشورك عشان الرب يبارك حياتك. ده قانون ودي معادلة فلا تتحقق في حياتك. وعايز أكد أنه الرب النهاردة بيدعو كل واحد. ممكن أكون أنا اتجاه أن أنا أحب أدي للفقير، كانت الحاجة بتدي للفقير على فكرة، وبتعمل حملة اسمها حملة سكة البركة، لكن الأولوية الله جعلها لخلاص النفوس وحياة أبدية. نحمية كان في وقت من الأوقات بيقول كده في باراجراف من نحمية 13 بعنوان أنه سد حاجة الكهنة عشان تفرغوا للخدمة. فدخل نحمية أورشليم إلى المخازن، الأماكن اللي فيها المخازن اللي بتحط فيها العشور اللي هو الزيت والقمح والخمر والتقديمات اللي بتقدم عشان الخدام اللويين يشتغلوا ويكملوا خدمتهم. فهو بيقول لي علمت أن أنصبة اللويين لم تعطى، يعني اتخذت التقديمات دي وراحت لسبب تاني أو لحاجة تاني. فعلمت أن أنصبة اللويين لم تعطى بل هرب اللويين. ليه هربوا؟ لأن ما فيش التقديمات اللي يساعدهم أن يكملوا خدمتهم، والمغنيون عاملون العمل برضو هربوا وسابوا خدمتهم كل واحد إلى حقله. بقول فخاصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله؟ فجمعهم ووقفهم في أماكنهم، وأتى كل يهوذا بعشر القمح والخمر والزيت إلى المخازن تاني. رجعوا تاني التقديمات اللي تتحط في مكانها الحقيقي. إيه المكان الحقيقي؟ إنه كل المسؤولين عن الخدمة. أنا بقول إن قناة الحرية مش هتحتاج خمر وزيت وقمح عشان ياكلوا، لا ده محتاجين موارد علشان المصاريف البث والأجهزة ويكمل العمل، وقناة بتطلع على الهواء، وقناة محتاجة مصاريف تكلفة كتيرة. عالية جدا. فإحنا بنقول الأولوية إن عمل الرب اللي بيدعو الناس لأنهم ينجيهم ويخلصهم ويدعوهم لحياة أبدية ده ليه الأولوية نمرة واحد. فأنا حبي لما لقوا إن الناس ما بتقدمش الفلوس أو الموارد عشان لويين الخدام، فإحنا بنقول يا ريت نكون بنساعد، يا ريت نكون بنقدم تقدماتنا ونوجهها في المكان الصحيح علشان يقدر كل خادم وكل قناة وكل من ينادي بكلمة الله يكمل عمله. عشان كده بقول عايز أقول إيه في الآخر، أنا بشجعك لأن دي بركة ليك، وعايز أفكرك بحاجة بنقولها كل مرة في القداس. بنقول إيه؟ أمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة نعترف. فأنا بقول الكلام ده أنا متجري، أنا المفروض أكون مباشر. طب أنا ما عنديش يعني موهبة الوعظ،
ما البشارة. عنديش موهبة البشارة. طب أنا ممكن أقدم لحد عنده الموهبة دي، حد بيتكلم، حد بيقوم بالمهمة دي، أساعده. فأنا كده بشارك وأكون عن يقين وبحقيقي أقول كده أمين أمين يا رب، بموتك نبشر وبقيامتك المقدسة نعترف. يا ريت يكون ده كلام يكون مقنع، لكن الرب النهارده بيدعونا شارك وتبارك وقدم من عشورك، والرب هيستخدمك ويكون لك نصيب في الفرحة ونصيب في الأجرة ونصيب في المكافآت. أمين. وينتهر كمان لنا الآكل، دي وينتهي كمان حاجة الأكل. مهمة. إحنا كنا هنتكلم على الأكل الحقيقة، الأكل يعني في يعني العالم كله فعلا الظروف الاقتصادية آكل بشكل غير عادي للبيوت ولمواردنا، لكن الرب من جهة تانية يقدر يبارك. واللي مش أمين. مصدق انه لما هيدي ربنا هيباركه. ممكن الرب بنفسه قال لك جرب أيوة، جرب جرب دي ادي، الآية الوحيدة فعلا اللي قال فيها جرب ادي جربون. وشوف، ان ما كنتش هفتح قوة السماء حتى لو، وتقولوا كفانا كفانا أفيد امين لكم. افيد أمين. لكم امين. طيب إحنا محتاجين نصلي نشتغل. هنصلي أمين. بالوعد ده، انا هصلي باللي في قلبي لكل حد بيشاهدنا، اقول له الرب عايز يفتح لك قوة السماء. أمين. شكرك ونبارك اسمك لكل الكرامة والمجد ليك يا رب، لأجل دعوتك المباركة، لأجل قلبك اللي علينا، لأجل يا رب حرصك إن احنا نكون في مشيئتك، وقلبك الحلو اللي عايزنا يكون بنشارك معاك العمل المبارك ده. شجعني وشجع كل ولادك يا رب يكون فعلا بيمد إيديهم معاك، ويكونوا يا رب بيشاركوا في العمل ده، وبيعينوا كل حد بيشارك في هذا العمل، ويعينوا كل خادم يا رب، ويعينوا كل قناة، ويعينوا كل حد حط على ما كتفه المسؤولية دي يا رب، وتحرك عشان ينادي باسمك ويكرز باسمك يا رب. ففي اسمك المبارك النهاردة شجع كل واحد. أشكرك من أجل الوعد ده يا رب، إن كنت أفتح لكم قوى السماوات وأفيد عليكم بركة حتى لا توسع، وأنتهل من أجلكم الأكل. مصدقينك يا رب، نعم أنت حق وأنت صدق في كلامك، صادق في كلامك يا رب. النهاردة ببارك اسمك إنك أنت كده كده هتبعت، كده كده أنت هتبارك، كده كده قناة الحرية يا رب والقائمين عليها هيكملوا، لكن أنت عايز تشرفني وعايز تكون بتناديني وعشان أكون بشارك. ده امتياز، وعايزني أكون بشارك في هذا الامتياز. شجع كل ولادك يا رب، بارك كل حد يا رب قلب النهاردة بيتفتح إنه يقدم تقدمة يا رب، وبارك كل عمل، وبارك قناة الحرية، وبارك يا رب القائمين عليه. افتح ليهم أيضا قوى السماء، نعم في اسم المسيح يسوع لكل الكرامة والمجد يا رب. آمين. تفضل. كان نفسي أشارك بحاجة، كنت متشجعة قوي بآية كده بتقول أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم، وحسيت إنه ربنا عايز يرسل كلمته. طب مين هيبعت الكلمة؟ ولاده في قناة الحرية جايين النهاردة يقولوا إحنا بنرسل كلمات الله. كلمات الله اللي بتوصل من خلال قناة الحرية بتشفي، بتنجي، لأنها كلمات الله. طب مين يشترك في العمل ده؟ ربنا النهاردة عايز يفرح كل ابن وكل بنت ليه إنها تشترك في العمل ده. عايز يباركهم ويقول لهم أنتوا من خلالكم أنا بوصل كلمتي. فنفسي النهاردة أبارك جدا كل ابن وابنة بيسمعوا الكلام دوت وبيتشجعوا وبيبعتوا تعديدات لقناة الحرية عشان كلمة ربنا توصل، ولما بتوصل مش بترجع فاضية، بتشفي، بتحرر، بتفرح، بتريح. كلمات الله ليها عمل عظيم. طبعا ليها سلطان. ليها سلطان. نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نبارك اسمك، نعليك في وسطينا، نشكرك لانك انت يا رب عايز ولادك يتباركوا، عايز ولادك يشتركوا في ان كلمتك توصل لكل العالم، مش لمكان او مكان لا. عشان كده النهارده جاي يا رب تشجع كل قلب بيسمعنا النهارده وبيشوفنا انه شارك وعضد، وكون انت واحد من اللي هيكونوا سبب في ان كلمتي توصل لكل قلب موجوع فيشفى، لكل قلب محتاج فيتسدد احتياجه، لكل انسان عنده مشكله واخداه على الهلاك وتيجي كلمتك تنجي من الهلاك. أبارك اسمك وأعظمك، لأنه في كل مكان على الأرض ليك ولاد حقيقيين النهاردة هيتشجعوا، هيعضدوا قناة الحرية علشان كلمتك أنت هي اللي توصل، وكلمتك ليها سلطان. ليك كل المجد، ليك كل المجد. أمين. أمين.
أيوة يا رب، بباركك وبعظمك، بنرفعك وبنعليك لأنك ملك عظيم. شكرك رب لأنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. تعرف يا رب تكون بتبعت لقناة الحرية احتياجها، بس أنت عايز تشركنا إحنا رب ولادك في العمل، علشان عايز تباركنا، عايز يا رب تكون بتفيد لينا من بركات وغنى السماء. أشكرك، أشكرك رب، نكون بنفتح قلوبنا ونستقبل يا رب كلماتك، ونكون بنعطي ونعطي بسخاء، ونكون كده يا رب بنستجيب يا رب لدعواتك، علشان نكون بنستقبل يا رب كل اللي في قلبك لحياتنا. يا رب بباركك وبعظمك لأنك هتعظم العمل معنا، فنصير فرحين. أمين أمين. إحنا نبتدي تلبات الصلاة. صلاة من أجل كارولين، عندها مشكلة كبيرة في الكليتين، مش شغالين كويس. أمين فضل. من رب النهاردة يكون بيتمجد مع بنتنا كارولين. معنا وعد النهاردة حسب ندخل به الصلاة زي كل مرة، اللي يقول كده في أشعياء 43، هو الوعد قدامنا: إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك. تعالوا نصلي لبنتنا النهاردة أختنا كارولين بالشاهد ده أو بالمعنى ده. أمين. شكرك ونبارك اسمك، كل الكرامة والمجد لينا يا رب. ما أعظمك يا رب، أنت حنان جدا يا رب، أنت رحيم جدا يا رب، أنت صالح للكل يا رب، قلبك مليان محبة، وأيضا أنت قدير، تقدر تنتشل، تقدر تحمي. أنا بسألك من أجل بنتك يا رب كارولين في اسمك المبارك، حسب الوعد النهاردة اللي بتكلمنا عنه يا رب، وبتكلم قلوبنا بيه، وتكلم كل شعبك المتعبين واللي حاسين من كتر الأزمات والدقات غرقانين، ومن كتر المصاعب والمشاكل اللي جواهم يا رب كأنهم في النار. لكن أشكرك لأنك أنت وعد: إذا اكتست في المياه فأنا معك. أنت تكون مع بنتك النهاردة يا رب، وفي أنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحركك. مبارك اسمك، أنت ابنتك سندة، ودي بنتك معونة، ودي بنتك نور من عندك، تشوفك أنت معاها، ماسك بإيديها، سندها يا رب في اسم المسيح يسوع النهاردة. تكون أنت يا رب أبوها ورعيها وسندها. نعم في اسمك، تحتمي فيك بنتك، وإحنا بنصلي يا رب. نعم وأنا بقول يا رب بالنيابة عنها، وبصلي وبقول الوعد بتاعك: في ظل جناحيك استرني يا رب، في ظل جناحيك احميني يا رب. نعم احفظني مثل حدقة العين في كل التعب يا رب. المس ومجد اسمك، مجد فتاك يسوع المسيح، المس الكليتين دول، اصنع آيات وعجائب حسب إرادتك الصالحة. نعم ويكون أنت منور حياة بنتك وعينيها مفتوحة عليك. كل الكرامة والمجد لك. أمين أمين أمين. تلبت صلاة من أجل فريدة، هتعمل أسطرة في القلب. تفضل يا أنفي. بسم الاب والابن والروح القدس الهين واحد امين. نمجدها كون عظمك، لان فريده اختنا رب مش هتدخل اوضه العمليات لوحدها، لكن انت هتبقى موجود معاها بنفسك، ايدك قبل ايدين الدكاتره. اشكرك وامجدك لانك عظيم يا رب، اشكرك لانه اعمالك عظيمه جدا، اشكرك لان انت النهارده بتقول لها كده: لان الرب سيرحم يعقوب ويختار ايضا اسرائيل ويريحهم. أشكرك لأنك بتقول لها باسمها: لأن الرب سيرحم فريدة. أمين. ويختار فريدة ويريحها. أشكرك يا رب، أنت جاي النهاردة تقول لها: طمني، ما تخافيش، أنا معاكي، أنا هكون موجود، والعملية أو الأسطرة ديت هتكون سبب راحة لي. لكل المجد يا رب، شفاعة ماما العذراء وكل القديسين. أمين 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 أمين. أرجو صلاة من أجل رائف ومريم، ربنا يفرح قلبهم بطفل. أختنا إلهام هتشاركنا الصلاة، تفضل يا إلهام. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. ترنمي آياتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنم آياتها التي لم تنخل، لأن بني المستوحشة أجف أكثر من بني ذات البعد، قال الرب، لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نفسك أمما ويعمر مدنا خربة. لا تخافي لأنك لا تغزي. أشكرك رب لأنه ده وعدك لكل قلب بيتمنى طفل من إيدك. أنت غني في العطاء، لأن البنون هم ميراث من عند الرب. جايين يا رب النهاردة أنا وأختي مريم وأخويا رائد، بنطلب من إيدك يا رب عطية صالحة، بنطلب من إيدك يا رب فرح لقلوبهم،
لأن العاقر تفرح والتي لم تلد تشيد بالترنم، لأن فرح الرب هو قوتنا. أشكرك يا رب إنك زي ما وعدت إليصابات بنسل هي ويوحنا ووهبت ليهم ابن، وعدت يا رب سارة وإبراهيم بإسحاق ووهبت ليهم يا رب ابن. بعد فناء رب الوقت أشكرك إن يكون يا رب الأختي رجاء في شخصك، إن يكون ليها نسل من إيدك. أشكرك رب لأنه لا يستحيل على الرب شيء. نعم قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. بارك أختي يا رب وبارك أخويا جدا، وديهم يا رب أن إيمانهم يرتفع ويثقوا بشخصك مهما طال الوقت، لأنك إله أمين وكل شيء مستطاع للمؤمن. آمن فقط، نعلن إيماننا بيك ونجدك يا رب إله قدير مع شفاعة أم النور العذراء مريم. كل ما صاب قديسيك يا رب اسمع واستجيب، ليك المجد والكرامة. أمين أمين أمين. ممكن نتعزى بترنيمة وجدي؟ ترنيمة فيها بيت بصراحة بيأسرني، بيقول يا ما شعرت بإني وحيد وإن خلاصي مناله بعيد، بس الشطر اللي بعديه بيقول سمع الفادي أنيني فيا خب على فتلتي المطفية، رحمته ساعت كل عيوبي. بحس قوي انه في اوقات ساعات كتير الواحد يصلي الوقت مطول ويحس انه لوحده، يحس ان ربنا مش معاه، لكن بحس في الكلمات بتاع الترنيمة دي انه انا يعني في حاجة خب على عيوبي، يعني برحمته ساعت عيوبي فهمني، فبيجي ينفخ فيا، ينفخ في الفتيلة، عارف اللي زي ما بيقول كده فتيلة مدخنة لا يطفئ، ينفخ في عمر جديد، يخليني في الخليقة الجديدة اللي فاهم، يخليني الإنسان المخلوق بحسب صورة خالقه، فاهم مشيئة الرب، فأجي أصلي في مشيئته. أنا أوقات كتيرة بنصلي أنا شايف المشكلة دي حلها بالطريقة دي يا رب، فممكن رب اعمل كذا، يا رب اعمل كذا، وبتبقى مشية دي، فينفخ فيا ويفضل يخلق فيا عمر جديد وإنسان جديد فاهم مشيئة الرب ويصلي في مشيئة الرب ويفرح باستجابات الرب. أمين. رب الصالح مجد. أيوة. أمين. 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 الشبكة هعلن فرحي وليه داري
ويحول نحول أغاني. ما همي ليا وسمع صراخي عوض صدري وانتظاري. أخرج رجلي من الشبكة أعلن فرحي وليه أداري. فرقت معايا بقى مين الراعي اللي بيرعاك اللي بيحول نوحك لأغاني؟ مين الراعي اللي بيرعاك؟ سلام من أجل ابتسام عندها كانسر في مرحلة متأخرة، وسرية عندها أورام، وسلام من أجل ملاخي الرب يشفيه من الكانسر. تفضلي نشأ. أمين. نصلي لأولادنا ابتسام وسرية وملاخي. مبارك اسمك، شكرك كي نعظمك ونرفعك. نعم. نقول لك أنت إله قدير. أيوة. نقول لك ونعلن أمام السماء والأرض، أمام كل تحدي صعب. نعم. أباب يا رب حاجات ملهاش حل، نقول لك أنت الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت، ليس مثلك وليس من يشابهك. جاي لك مع أولادك رب ونصلي كده، قول رفعت عيني إلى الجبال. أنا برفع عيني إليك مع أخواتي مع أولادك يا رب، يا رب مع سرية وابتسام وملاخي، برفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. معونة من عند الرب، والمعونة أنت بتبعتها والنعمة أنت بتبعتها. نعم. والمعونة يا رب أنت إله كل النعمة وإله كل معونة، أنت اللي بتسند. مبارك اسمك. يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعددك. نسأل يا رب. رفعت عيني مع أولادك إلى الجبال ومنتظر معونتك. نعم. منتظر إيدك، منتظر رب تظلل عليهم بخوفك وتحت ظل جناحيك يحتموا يستخبوا فيك يا رب. مبارك اسمك يا سيدنا الرب. ارسل عونا من قدسك، ارسل نعمة ومعونة لنفسهم ولروحهم ولجسدهم. نعم. لمعنوياتهم، ورد عليهم ورد ليهم كل رجاء وكل حياة. نعم. لأنك أنت فيك القيامة، لأنك أنت واهب الحياة. فأنظر لبنيك يا رب ومد يدك القدير، احميهم احرسهم في عينيك يا رب، مثل حدقة العينين تحفظهم يا رب. أشكرك وبارك اسمك. النهاردة يا رب يلمسوا قوتك، يلمسوا معونتك، يلمسوا الأزرع الأبدية في اسم المسيح يسوع، لتكن إرادتك في حياتهم. وتطلق يا رب إيدك بالشفاء. أنت أمين يا سيدنا الرب، وأنت رحيم جدا في اسم يسوع المسيح. أمين. نعم. أنت خروجك يا رب يقين كالفجر، تشرق عليهم يا شمس البر والشفاء في أجنحتك. طلبة صلاة لأني وقعت من على سلم صغير ورجلي حصل لها تمزق أربطة وكذلك العضلات، بس أشكر يسوع. وصلى كمان من أجل ماتيلدا وقعت وتعبانة جدا وسنها كبير. تفضلي. بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. نبارك اسمك ونعظمك فوستينا. أشكرك مع أختي يا رب اللي بتشكرك حتى لما وقعت وحتى لما عضلاتها بتوجعها، ومهما كان الألم في رجليها أنت حاسس بيها. تيجي دلوقتي يا رب كده تلمسها هي وبنتك ماتيلدا، لمسة قوة وشفاء. أيوة يا رب يمكن متألمين وموجوعين، لكن أشكرك على القلب اللي بيشكر وقت التعب ده، غالي عندك قوي يا رب. أشكرك على الإيمان اللي عندهم، اللي مكتوب كده وصلات الإيمان تشفي المريض. أشكرك لأن إيمانهم بيك وثقتهم فيك دلوقتي يا رب تديك كده فرصة عظيمة إنك تيجي وتلمس كل مكان موجوع، كل أربطة ممزقة، كل عضلات متهالكة. أشكرك يا رب لأنك تلمس أختي وتلمس بنتك ماتيلدا كمان يا رب، مهما كان سنها كبير ومهما كان عظمها مش مستحمل وجسمها مش مستحمل الوقعة، لكن تيجي وتجدد القوة من جديد. أيوة أشكرك تجدد القوة وتعطي قوة ما يبقوش عارفين جاية منين، لا عارفين جاية من عندك. أمين. أصل عينيهم مرفوعة عليك. أمين. أصل إيمانهم بيك ملوش حدود. أبارك اسمك وأعظمك يا رب على عطية الإيمان اللي تديها لنا النهاردة، إحنا وإخواتنا اللي طالبين الصلاة دي. لكل المجد يا رب، شفاعة ماما العذراء وكل القديسين. أمين. أمين يا رب. أنت تجدد مثل النسر شبابهم، حتى لو السن كبير بس أنت تجدد يا رب الشباب. سلام من أجل أبانوب، الرب يغير مسار حياته ويفتقده، وهاني الرب يفتقد قلبه ويغير حياته،
أختنا إيمان هتشاركنا الصلاة. تفضلي يا إيمان. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكرك يا محب البشر، تممت خطة خلاصنا على صليبك المحي. مكتوب أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. أيوة رب، افتقد ولادك أبنوب وهاني، نطلب رب تدخلاتك الحنية والرحيمة معهم. بصلي يا رب من أجل إرادتهم تقوى للرجوع إليك، أنت الكلمة الحية تتكلم يا رب جوه القلوب زي الابن الضال. بصلي من أجل تعاملات تكشف محبتك ليهم وطول أناتك ولطفك معهم، يتوبوا ويرجعوا إليك، تملك يا رب على قلبهم وحياتهم. أؤمن يا رب أنك كتبت الطلبة أمامك سفر تذكرة، ننتظرك لأننا لا نعرف آخر سواك. لك كل المجد والسجود أمين. أمين أمين. أنت يا رب تسهل الطريق أمامهم وتفتح عينيهم وودانهم أنها تكون بتسمع وتشوف. صلاة من أجل ميلاد عنده جلطة في المخ، ورويس عنده ضمور على المخ. تفضل يا مشقة. أمين يا رب. إحنا بنصلي يا رب ونرفع ولادك ميلاد ورويس يا رب أمام عرشك. نعم. هللويا، لأنك أنت مليان حب. هللويا لأنك أنت الله قدير. هللويا لأن مكتوب عنك يا رب ما أكرم رحمتك يا الله في بني البشر في ظل جناحيك يحتموا. نعم أشكرك لأنك كريم في المراحم، عشان كده كلنا بنجي نحتمي في ظل جناحيك. أسألك في اسم المسيح لأجل ولادك يا رب، أشكرك عينك عليهم، أشكرك أنك تكللهم بالرحمة والرأفة، أشكرك أنك يا رب النهاردة عينيهم تتفتح عليك ويشوفوك زي ما كلمتنا أن أنا معك. كنا حتى في وسط المية وكنا في وسط الأنهار وكنا في وسط النار، لكن أنا معك يا رب زي ما كنت مع الفتية الثلاثة في أتون النار. يا رب مبارك اسمك، زي ما مريت وعبرت بشعبك في وسط البحر ولا غرقوا ولا النار لمستهم لأنك كنت معهم. فأنا أسألك من أجل ميلاد ولويس يا رب لا يغرق ولا النار تلمسهم ولا الحزن يمتلكهم ولا الألم يطول عليهم، لأنك أنت أخذت أسقامنا وأحملت أمراضنا وأوجعنا. احمل عنهم أسقامهم وأوجعهم وأمراضهم. نعم كريم في مراحمك، صالح للكل، حنان ورحيم. اليوم يتم المكتوب في حياتهم، تحنن يسوع، تقابلهم النهاردة يشوفوك يا رب، يرتاحوا من كل أتعاب، تشيل عنهم كل نير مرض. فأنت عظيم في عملك وعظيم في آياتك اللي تصنعها في حياتهم. يتمجد اسمك النهاردة معهم. أمين أمين. وكانت قوة الرب لشفائهم. أمين. صلاة من أجل حنان عندها روماتويد. تفضل يا نفي. بسم الله والابن الروح القدس إلهي واحد أمين. نباركك يا إلهنا العظيم، نحط بنتك كده حنان قدامك، جايين واثقين إنك قدير تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أشكرك لأنه مكتوب كده إن الخبر الطيب يسمن العظام. أيوة رب، أصلي إنها بنتك حنان تكون بتقعد قدامك وبتاخد منك أخبار جيدة. هنجيب أخبار حلوة منين وإحنا في العالم إلا من عندك يا رب. الأخبار الحلوة كده تنشط العظام، تلمس يا رب المفاصل الموجوعة، تلمس كل مفصل كبير أو صغير. أشكرك لأنك تجدد قوة عظامها، أشكرك لأنك تنشطها وتديها قوة وتسير كده في الأرض وكأن ما عندهاش روماتويد، لأنك أنت لمستها لمسة قوة، قوة ومعونة سماوية. أيوة رب، بصلي أنا وبنتك حنان دلوقتي إنه كل يوم نيجي قدامك ونصحى الصبح كده ونقول لك صباح الخير يا بابا، أنت حاسس بينا وعندك شفاء وعندك قوة، مصدقينك. هنسمع منك أخبار جيدة في كل يوم، وعظامنا هتتجدد قوتها ونشاطها. دي كل المجد. أمين أمين أمين. صلوا من أجلنا، عندنا مشكلة، الأبواب مغلقة، الرب يفتح الأبواب. أختنا هلا هتشاركنا الصلاة. تفضل يا هلا. من الأب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا رب بنشكرك ونبارك اسمك من أجل المكتوب، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. يا رب أنت أبونا وإحنا ملناش غيرك. بنصلي مع أخواتنا وبنطلب يا أبانا الذي في السماوات، أعطينا أذنين نتفرج عوض عن كل ديب. نسأل يا رب أنك تفتح لأخواتنا كل أبواب مغلقة، لأنك إلهنا القدير ترى الاحتياج وتسدد. وبنصلي زي ما قلت لنا كده، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم،
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن ليك رب الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. نشكرك لأنك تسمع وتستجيب. أمين أمين أمين. صلاة من أجل التسوني دميانة عندها حصوات مرارية، تفضلين. أمين. صلي يا رب من أجل بنتك في اسم المسيح يسوع. نعم عندنا وعد يا رب مبارك جدا مكتوب كده يا رب في إشعياء، وتعرفين أن أنا الرب مخلصك ووليك ووليك عزيز يعقوب، تعرفين أن أنا الرب مخلصك. أشكرك يا رب مبارك اسمك رب. ارسل لقلب بنتك يا رب إعلان في قلبها وفي روحها أنك أنت مخلصها وأنك أنت وليها وأنك أنت قادر وقدير. عزيز يعقوب لا يعصر عليك شيء يا سيدنا الرب. املأ بالإيمان قلبها، املأ بالسلام قلبها يا رب اسم يسوع المسيح. أنت تقدر ولا يعصر عليك أمر، عشان كده حل نسأل لتجرى أياته وعجائب في اسم فتاك القدوس يسوع المسيح. أشكرك وتتغير الحياة وتيجي بنور يا رب وتبدل الظلمة وتضيء سراجها يا رب في اسم المسيح يسوع. بشكرك لأنك عندك قوة للشفاء، وحسب المكتوب وكانت قوة الرب لشفائه. أمين في اسم يسوع المسيح. نستودع بنتك من إيديك، نفس وروح وجسد. نعم نستودع طلبتها النهاردة أمام عرشك، فأنت حنان ورحيم وأنت سامع الصلاة، وليك يا كل بشر كل الكرامة وليك يا رب. أمين. أيوة بنيجي نعترف كلنا كده أنه ليس بأحد غيرك الخلاص يا رب. صلاة من أجل ابتسام عندها ورم في المخ، وصلاة من أجل عوض هيعمل عملية في المريء، تفضلين. بسم الاب والابن الروح القدس إله واحد أمين. ليس لعظمتك استقصاء، ما أبعد أحكامك عن الفحص. أشكرك يا رب لأنك عظيم، تيجي النهاردة كده وتتكلم في قلب أختي ابتسام، تقول لها ما تخافيش، لا تتلفتي لأني معك. أشكرك يا رب لأنه مكتوب كده، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. أيوة رب أختي ابتسام مش لوحدها أبدا أبدا، ما تعدي وهي تعبانة لوحدها، لكن تيجي كده تاخدها في حضنك وتطبطب عليها وتقول لها أنا حاسس بيكي وأنا عندي القوة وعندي الشفاء وعندي الراحة. أشكرك لأنك أنت وعدت أن كل واحد يجي لك وهو تعبان أنت هتعرف إزاي تريح. ليك مخرج يا رب، رغم أنه الوجع صعب ورغم أن التعب صعب، لكن أنت لا يعصر عليك أمر، ما فيش صعب قدامك. أبارك اسمك وأعليك في حياة أختي وأقول لك يا رب كده أشكرك لأن النهاردة قلبها ينطرد منه الخوف ويتملي بالسلام. عطية مجانية كده من عندك تملى القلب، تطرد كل قلق وكل خوف، تتشدد وتتشجع وتعرف أنها أبداً ما هتعدي في حاجة صعبة. أنت معاها، إيدك تحضنها وترافقها طول الوقت. بباركك كمان يا رب على أخويا عوض، تيجي كده تلمسه لمسة قوة وشفاء، وتلمس المريء وتأمر بشفائه يا رب، شفاء كامل وأكيد. عظمت العمل معنا فصلنا فرحين، لكل المجد إلى الأبد أمين. أيوة رب نعلن إيماننا إنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. صلاة من أجل إيليا وناصر يتحرروا من السجاير. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب أشكرك إنك خلقتنا على صورتك، أسبحك لأنك خلقتنا أحرار، أمجد اسمك لأننا دعينا أبناء مش عبيد. أشكرك يا رب إن احنا ولادك يا ملكنا، برفع لك يا رب ولادك إليا وناصر، افتح عينيهم يا رب على الحقيقة دي إنهم أبناء مش عبيد، أبناء للملك. أنت قلت يا رب إن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، لا يتسلط علي شيء، ليس كل الأشياء تبني. يا رب ادي ولادك يدركوا إنه سلطان القيد السجاير ده بيهينهم كأولاد للملك. افتح عينيهم يا رب على حقيقة إنهم أولاد الملك، لا يصح إنه يتسلط عليهم شيء.
أصلي يا رب لأجل إنك تحررهم، أصلي لأجل إن روحك يتعامل مع أرواحهم، أصلي يا رب إنك تديهم إرادة جديدة يقدروا يقولوا لأ لقيد السجاير. يا رب أصلي إنهم تديهم قلب طالب وصارخ ليك يقول لك يا رب نجيني من هذا القيد، نجيني، خليني في حضنك في سترك، محمي من سهام إبليس اللي بيرميها عليا. يا رب أشكرك إنك تريد خلاص ولادك إلي يا ناصر، أشكرك إنك تنجيهم وتفك كل قيود، لأنه إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. نثق يا رب إنك تحررهم بسبب دم يسوع المسيح المسفوك لأجلهم. مبارك اسمك يا رب، أشكرك إنك تسمع وتستجيب، ليك كل المجد يا رب. أمين أمين. بشكرك يا سناء، ربنا يباركك على صلاتك. صلاة من أجل سافانا حنا، التقرير الطبي يصل إليها من قبل الرب، تفضلي نشأ. أمين يا رب، هاتي بنتك حسب إيمانها يا سيدنا الرب اسم المسيح. أنت تضمن سلامة بنتك، أشكرك لأجل المكتوب لا يخشى من خبر سوء. نعم قلبها يكون متكلا ثابتا فيك يا سيدنا الرب، سلامك يملأ قلبها ويقين الإيمان يملأ حياتها في اسم المسيح يسوع. نشكرك نبارك اسمك لأجل أنك أنت ضامن حياتها وضامن صحتها وضامن بكرة. نعم يا رب أشكرك لأجل المكتوب لا أهملك ولا أتركك، أشكرك لأجل المكتوب لأن الرب يعتني بي، أشكرك لأنك أنت معايا في كل الظروف وكل الأحوال. بشكرك إن عينيها تتفتح النهاردة أكتر وقلبها يتفتح أكتر وإيمانها يزيد في شخصك يا رب. تنتظر كل الأمور من إيدك يا رب. شكرا ليك، شكرا ليك من أجل الطلبات يا رب عبيدك اللي تستجاب النهاردة، وشكرا ليك لأنك أنت معنا وسرت في وادي ظل الموت. لا أخاف شرا، ليه؟ لأنك أنت معايا في اسم يسوع المسيح. طمن بنتك، استلم التقرير يا رب، استلم أيضا قلبها وحياتها تكون بالكامل بالكامل في ضمان منك وفي ضمان رب يا رب إيديك القديرة وفي عيشة حقيقية معاك يا رب. نعم فلا تخاف شرا، ويتملي قلبها بالسلام الشخصي اللي ليك يا رب، يتنقل ليها في اسم يسوع. أمين أمين. أيوة لا تخاف من خبر سوء، القلب يكون متكل عليه هو وحده. صلاة من أجل موريس حنا، بيغسل كلى وتعبان، الرب يلمس جسده بالشفاء، تفضلي. بسم الإب والإبن والروح القدس إلهين واحد أمين. نعلن سلطانك يا رب، نشكرك أنا وإبنك موريس كده النهاردة إنه مكتوب لأنه تعلق بي أنجيه، رفعه لأنه عرف اسمي. جايين قدامك يا رب نذكر كده مراحمك ونقول لك يا رب عرفنا عليك. ايوه يا رب عايزين نعرف قد ايه انت عظيم، قد ايه انت قدير، قد ايه انت كثير الرحمه وجزيل التحنن، قد ايه انت يا رب عايز تاخد ابنك كده موريس وتقعد معاه قعدات تفرح قلبه وتهديه وتلمس كده الكلى بلمسات قوه وشفاء، تستعيد تاني نشاطها وتقدر تشتغل من جديد بقوه. اشكرك يا رب لانك تعظم العمل معاه، مع كل مره مع كل يوم جديد يرفع عينه عليك ويقول لك بتعلق بيك. أيوة يا رب حمسك في إيديك، عرفني عليك النهاردة معرفة جديدة في كل يوم جديد عنك، يقوي ابنك وياخده كده بقوة إنه يكون بيثق وبيعلن إيمانه فيك إنك تستطيع كل شيء، مفيش صعب عليك أبدا. تلمس الكلى بتاعته لمسة قوة وشفاء وتستعيد قوتها ونشاطها من جديد، ليك كل المجد. أمين أمين أمين. اسمح رب كده أنه كل تعب بنعدي بيه يكون فرصة نكون بنقعد قدامك ونكون بنعظمك ونعلن أنك أنت أعلى وأنت خالق، أنت خالقني بكل حاجة فيا، فأنت تعرف تكون بتصلح كل حاجة فيا ممكن تكون بتبوظ. بس خليني الأول أعلن عظمتك، خليني أعلن ملكك، وخليني أعلن أنه أنا بتاعك وأنت اللي تكون بتملك على قلبي. أمين. صلاة من أجل عادل، لديه مشكلة كبيرة وينتظر الرب في حلها، إلهام هتصلي معنا، تفضل يا إلهام. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وقواني، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه وقت الرأفة، لأنه جاء الميعاد،
نعم يكون اليوم يا رب أنا وأخويا عادل بنرفع قلوبنا إليك ونضع المشكلة، لأنك حلال المشاكل، صانع السلام، صانع الخيرات، ليس من صعب يا رب عسير عليك. لا يقدر يا رب إبليس أن يكون بيوضع المشاكل أمام أخويا ويقفل عين يا رب عن أنها تترفع عن شخصك. نعم يا رب نرفع عينينا ليك، رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. إلى من نلجأ يا رب تحل كل مشاكلنا وأمورنا؟ عليك اتكل قلبي فانتصرته. نعم يا رب بعلن إيماني أنا وأخويا إنك الإله العظيم اللي ليك ذراع رفيعة ويد قديرة، رب لي فلا أخاف. نعم اللهم أسرع إلى تنجيتي يا رب، إلى معونتي أسرع، ليغزى ويخجل طالب نفسي، ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهين لي شرا. ولا تحجب وجهك عني لأن لي ضيقا، استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي فكها. أسبح اسمك يا رب وعظمك لأنك تسمع وتستجيب لأجل كل طلباتنا وكل احتياجاتنا وكل مشاكلنا، عندك ليها حلول. مبارك اسمك لأنك قدير. مع شفاعة أم النور العذراء مريم وكل مصاب قدسيك اسمع واستجيب يا رب. أمين أمين أمين. صلاة من أجل ناجي نعيم الرب يتمجد معاه، وصلاة من أجل بنت الرب تعاني من أمراض ليس لها حل طبي. تفضلي نشأ. في وعد في الكتاب المقدس عشان يقول لأنك كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس في ضيقه، ملجأ من السيل، ذلل من الحر، إذ كانت نفخة العتاه كسيل على حائط. يعني بيقول لنا أنه رب حصن للمساكين وحصن للبائس واليائس اللي يمكن أمراض ليس لها حل طبي، لكن الرب للحالات اللي زي كده حصن وملجأ من السيل والسيول والخواطر والأخطار والأمواج والرياح العتيع، لكن رب يكون إيه؟ ملجأ. وكأن جت ضربة الشرير كده زي حائط عايز يوقعه، لكن الرب يصد. أمين. نصلي بالمعنش لأجل ولاد ناجي ولأجل بنتنا في اسم المسيح. أشكرك أنت حسن ليهم، أشكرك حسن ليهم، حسن في دقتهم وتصد عنهم كل مخاطر. أشكرك أنا جاي معاك، جاي معهم إليك يا رب، أحتمي فيك، أجد فيك الراحة، أجد فيك الأمان، أجد فيك الملجأ. أشكرك وبارك اسمك، أجد فيك سلامي، أنت منقذ. هللويا ليك، هللويا ليك، نرفعك ونعليك ونقول لك أنك أنت رب قدير. مبارك اسمك لأجل المكتوب، مبارك الرب يوما فيوما يحملنا الله خلاصنا. الله لنا إله خلاص، عند الرب السيد للموت مخارج. يا رب افتح العيون يا رب، ما تسمحش أن شعبك يجوز التجارب والدقات والأزمات في العالم الشرير ده بمعزل عنك ولا في استقلالية منك يا رب، لكن يدخل يحتمي في الحصن، يرجعوا إلى الحصن يا أسرع الرجاء. من فضلك ولادك يا رب يرجعوا لك، يحتموا فيك من كل هجمات العدو الشرير، من كل أمراض، من كل أمور ملهاش حل. كنت حصنا يا رب لليائس وللبائس، وكنت يا رب ملجأ للي جاي عليه سيل وهجمات. أشكرك تكون ليهم هكذا يا رب في اسم المسيح يسوع. احمي ولادك يا رب، تصونهم يا رب وتحفظهم، مد يدك القديرة، أنت عندك حلول لو ما فيش حلول عند الأطباء. أشكرك صانع الآيات والعجائب وحدك. نعم والنهارده بنأكد بقلوبنا لم ترى عين إلها غيرك يصنع لمن ينتظره، ننتظرك مع أولادك. أيوة. اسم يسوع المسيح، ولا خيب انتظارنا أبدا، ولا نخجل أبدا، وننظر إليك حسب المكتوب، نظر إليه واستنار. أولادك يستنيروا بيك، يستنيروا بحضورك، يستنيروا بمعرفتك، ووجوههم لم تخجل، لا يرجعوا مخزيين أبدا، لأنك أنت أبوهم وانت راعيهم، وانت النهارده تكون ملك على حياتهم في اسم المسيح. امين امين امين. ساعد يا رب ولادك ان تكون عينيهم عليك انت وحدك، وما تكونش بتنزل من عليك ابدا. ممكن نتعزى بترنيمه وجدي. ترنيمه بتقول عايز اشهد عنك، عايز اشهد لامانتك، عايز اشهد لحبك الصافي اللي حبتني وانا ما تحبش، مستهلش حبني وجه وفداني
وشالني في كل ضيقاتي والصعوبات اللي بمر بيها. أيوة. عايز أشهد عنك لكل الأكوان يا رب أمانتك ثابتة طول الزمان. أيوة. عايز أشهد عنك لكل الأكوان بأمانتك ثابتة طول الزمان. عايز أشهد عنك لكل الأكوان بأمانتك ثابتة طول الزمان. جودك إحسانك غطاني كمان ولا ليا إله وسط أنين راعي حنان. لك ربي واغني لك وارفع اناشيد ده الغريب يتبعني في ايامي وافرح بتزيد وانا واثق انك هتحقق كل المواعيد وفي غلبة هواجه اعدائي بصحب اكيد وبنصرة هغني وسط الازمات إلهي رفعني فوق الصعوبات وبنصرة غني وسط الأزمات ده إلهي رفعني فوق الصعوبات صامت مستني تنتهي ألمات والوعد ضامني مسندني واقف بثبات بهتف لك ربي وغني لك وارفع أناشيد ده الغريب معني في أيامي وأفراح بتزيد وأنا واثق إنك هتحقق كل المواعيد وبغلب هواجه أعدائي وبصح أكيد وصليبك رايتي أسطر بدماك من أي شكاية منصر في حماك صليبك رايتي مستور بدماك من أي شكاية وانصر في حماك والدين متسدد وفيته هناك بذبيحة رفعت علشاني وشملني فداك بهتف لك ربي واغني لك وارفع اناشيد ده الجديد بعني في أيامي وأفرح بتزيد وانا واثق انك هتحقق كل المواعيد وبغلب هواك اعدائي وبصح اكيد برفع لك ربي ايدي باجلال فرحان وبرنم مرتاح البال برفع لك ربي ايدي فرحان وبرنم مرتاح البال وسلام يملاني في كل الأحوال حولت دموعي وأحزاني لفرح وأنغام بهتف لك ربي وأغني لك وأرفع أناشيد ده الخير يتبعني في أيام أفراح بتزيد وأنا واثق إنك هتحقق كل المواعيد أمين أمين وبغلب أواجه يستاهل. أعدائي أيوة. وبصحبك أكيد أمين أمين, أمين. يستاهل أشهد عنه يستاهل نتكلم عليه ونشهد لكل العالم. صلاة من أجل الطفل ويليام الرب يشفيه من التوحد وصلاة للطفل جون عنده فرط حركة وضعف التركيز والكلام. تفضل يا نبي. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نباركك ونعليك يا رب في كل ظروف بنعدي فيها. نعلن انك انت اله عظيم. نعلن ان حضورك في المكان يا رب بيغير الظروف ويخلينا كده نعدي فوق الصعب وتملى حياتنا افراح. ايوه يا رب نحط ولادك جون بين ايديك ونحط ويليام بين ايديك ونعلن ثقتنا يا رب انك ولادك دولت بالذات
مليانين كده بروحك القدوس، اللي احنا شايفين انه واحد فيهم عنده توحد والتاني عنده فرط في الحركة وبيتكلم كتير واحنا مش قادرين عليهم. اشكرك لانك انت ترعاهم بمهارة يديك، اشكرك لانك تحميهم من كل جهة، اشكرك واعظم اسمك. وجاي اصلي لباباهم ومامتهم يا رب، واعلن كده انك تقدر تمسك بايديهم وتشددهم وتشجعهم وتقوي ايمانهم بشفاء حقيقي من عندك، وتيجي النهارده تقول لهم كده: فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا، انا هو لا تخافوا، عندك للموت مخارج. وان كانت المشاكل شكلها ملهاش مخرج، لكن انت عندك بدل المخرج مخارج كتير. لكل المجد يا رب، لكل المجد. امين امين امين. ايوه يا رب، انت عندك للموت مخارج. صلاة من أجل سافانا، طفلة عندها 6 سنين، عندها مرض في جسدها وعايشة على الكورتيزون. إيمان هتشتري معنا، تفضل يا إيمان. الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا العظيم، نرفعك ونعليك فوق كل صعوبات وأمراض يا رب. إحنا مش بنشكرك على المرض، لكن بنشكرك إنك تقدر تحول كل الشر وكل مرض يا رب لخيرنا وخير ولادنا. بصلي يا رب من أجل بنتك المحبوبة سافانا، متأكدة يا رب إنك شايف وحاسس بيها. بصلي من أجل والديها، حوط عليهم يا رب بملائكتك، احميهم يا رب من محاربات عدو الخير لسرقة إيمانهم، وصنع واقعة بينك وبينهم. شجعهم يا رب يطلبوك بإيمان، مصدقين إنك بتحبهم وبتحب بنتهم، يقربوا منك ويسلموا حياتهم وبنتهم في إيديك. بصلي الحماية لسافانا من الأعراض الجانبية للكورتيزون، الجسم يا رب يستجيب للعلاج. ننتظر يا رب تدخلك العجيب، ونشهد مقدما عن إلهنا القدير، ونصلي كده مع والديها: نؤمن يا رب ولكن أعن عدم إيماننا. بنتشفع يا رب بكل قدسيك ليك كل المجد. آمين أمين أمين. نعلن يا رب إيماننا إنك تستطيع تستطيع. صلاة من أجل فارس، عنده عملية صعبة وعوض هيعمل عملية في المريء، تفضل يا نشرة. شكرك يا رب، نصلي لك من أجل ولادك رب فارس وعوض، أنت أمين على حياتهم. مبارك اسمك واسكن في معونتك. أشكرك لأجل المكتوب: ولكن الرب وقف معي وقواني. مبارك اسمك، أن النهاردة أنت عايز تعلن لولادك أنك أنت هنا موجود، أنك أنت حي. أشكرك رب تسمع تسمع ودانهم وكل كيانهم يا رب. أنا معك أنا معك، لا أهملك ولا أتركك. رب كان واقف معي والرب قواني قصاد كل تحدي داخلين عليه اولادك، قصاد كل ازمه عايشينها، ولكن الرب وقف معي وقواني. شكرا لك، شكرا لك لاجل المعونه، شكرا لك لاجل القوه اللي تلمس جسدهم وتلمس نفسيتهم وتلمس ايضا روحهم، فتكون روحهم عافيه وجسدهم صحيح بيك يا سيدنا الرب. اشكرك لاجل المكتوب: ولكن الرب معك جبار قدير. معايا في العمليه، معايا في المرض، معايا في كل احتياج، معايا في كل ازمه، انا مش لوحدي في اسم المسيح يسوع. تكون مع اولادك، واشكرك ايضا بل بالحري يا رب انت حابب انك تكون معاهم، وحابب ايضا انك تسكن جواهم. تقدر تعمل الاثنين يا رب في حياتهم، تقويهم تحرسهم وتكون معاهم في كل شده، وتفتح قلبهم كمان وتسكن جواهم. ودي اعظم عطيه يا رب، تجيب خيرك على أولادك وتشرب بنور وجهك عليهم وتزيل الظلمة من حياتهم وتزيل كل حزن وكل تعب وكل ألم. فأنت أمين وأنت صادق في مواعيدك، وأنت أكثر ضمان لينا في كل الأيام اللي جاية وكل المخاوف. أشكرك يا رب العمليات والتحديات، أشكرك لأجل المكتوب: في يوم خوفي أنا عليك أتكل وأجدك أعظم متكل، وأجدك أعظم سند، وأجدك أعظم حسن أحتمي واختبي فيه. أشكرك وبارك اسمك لأجل استجابتك. أمين أمين أمين. في يوم خوفي أنا عليك أتكل، كلمات مشجعة قوي، بينفع قوي نقولها في كل وقت خوف، في كل وقت صعب بيعدي علينا، لأن يعني كلمات الله ليها سلطان، تقدر تكون بتطلعنا من الخوف اللي عاوز يبتلعنا. صلاة من أجل ميرفت، الرب يتنازل ليها بالرحمة، هي أرملة، تفضل يمين. بسم الاب والابن والروح القدس الهين واحد امين. نباركك ونعليك يا رب، نشكرك لانك انت اللي قلت كده انك انت ولينا. اشكرك من اجل بنتك ميرفت،
لأنك ترسل ليها رسالة خاصة النهاردة. وإن كنتي أرملة فأنتي مش وحيدة وملكيش حد، ده أنا بنفسي معاكي. أشكرك لأنه مكتوب كده: لا تخافي لأنك لا تخزين، ولا تخجلي لأنك لا تستحين، فإنك تنسين خزي سباكي وعار ترملك لا تذكرينه بعد. أشكرك يا رب أيام جديدة تيجي لبنتك ميرفت، تنسى فيها كل تعب ومشقة السنين اللي فاتت، تتسند وتتكل عليك لوحدك، تبقى أنت متكلها وأنت راعيها، تعمل علاقة جديدة معاك، تفرح بيك في كل يوم، وتقولك يا رب أنا مش هقعد أبدا لوحدي بعد كده، إيدي في إيدك من أول اليوم لآخره. أشكرك لأن عينك عليها ترعاها وتهتم بيها، تقول لها أنا وليك، أنا واقف، أنا سندك، أنت مش لوحدك. أشكرك لأن بنتك النهاردة تتفتح أذان الإيمان، أذن الإيمان عندها، وتسمعك وتصدقك وتقولك أيوة رب أنا مش لوحدي، أنت بنفسك معايا. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك تسندها وتراعيها. لكل المجد بشفاعة ماما العذراء وكل قديسيك. أمين أمين أمين. مكتوب كده إنه خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي. صلاة من أجل إبراهيم عليه ديون وعايد من أجل الشغل ومن أجل رأفت عنده تعب في الغضروف. تفضلين. أمين. شكرك بارك اسمك أنت رب. ولادك عينك عليهم وشايف ظروفهم. أشكرك لأجل المكتوب قد علمت. أشكرك لأجل المكتوب قد سمعت. أشكرك لأجل المكتوب أنك نزلت عشان تخلص شعبك في القديم وتقدر وحال، وأنت زي ما أنت أمس واليوم إلى الأبد تنزل يا رب وتسمع لصراخ أولادك، لأنك عالم، لأنك شايف، لأنك يهوى يرأى اللي يرى الإحتياج ويسدده. فقط يا رب نسألك من أجل عيون تتفتح عليك، من أجل قلوب تثق فيك، من أجل حياة يا رب تكون أنت مليها، من أجل يا رب حياة تكون أنت ملك عليها. نسألك من أجل أولادك يا رب أنك تكون تمسك دفة حياتهم وسط المخاطر والديون وظروف الشغل والتعب الغضروف. يا رب استلم حياتهم من فضلك النهاردة، امسك بدفة حياتهم وسط التعب ده يا رب، امسك بدفة حياتهم وسط التحديات يا سيد، أعبر بيهم في اسم المسيح وأمر كل رياح هايجة يا رب تسكت تبكم. أشكرك وبارك اسمك، عندك سلطان يوقف الرياح، عندك سلطان يشفي المرض، عندك سلطان يا رب يفتح الأبواب المغلقة في الشغل، عندك سلطان يا رب. فيا رب النهاردة تعلن خلاصك لأولادك يا سيدنا الرب، أيضا تعلن شخصك اليوم، يشوفوك الرب معي كجبار قدير، أعبر بكل التحديات، أمسك بإيده وأعبر بيه وشق البحر باسم المسيح. ادي أولادك عطية إيمان، ادي أولادك يعرفوك يشوفوك ويعلموا من أنت باسم يسوع. أمين أمين أمين. أنت ترعاهم يا رب بحسب كمال قلبك وبمهارة يديك تهديهم. صلاة من أجل بنت الرب، ورق الإقامة يخلص على خير. تفضل ينفي. بسم الآب والابن والروح القدس إلهين واحد أمين. عظمت العمل معنا فصرنا فرحين، ما أعظم أعمالك وخيرك علينا رب، كلها بحكمة صنعت. أشكرك من أجل بنتك اللي تقف النهاردة وتردد كده: أنفسنا انتظرت الرب. أيوة إحنا منتظرينك أنت رب، وكل اتكالنا عليك ورجاءنا فيك مش على حد يساعدنا، لكن أنت هتساعد بنتك وتخلص ليها الورق. أنت يا رب كده تصنع معها أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر. بنتك كده تشوف قد إيه أنت واخد بالك منها، بتهتم بيها وبترعاها وبتخلص أمورها. مش بصلي بس يا رب من أجل بنتك عشان ورق الإقامة، لأن دوت أنت واخد بالك منه، لكن كمان بصلي أن قلبي وقلبها يكون بيتفتح ليك ويقول لك يا رب عدنا أنك تكون بتسكننا وبتقيمنا في السماء معاك. اشغلنا يا رب مش بس بأمورنا اللي على الأرض، لكن كمان اشغلنا بحياتنا اللي في السماء. أشكرك لأنك ترفع عينينا دلوقتي يا رب على السماء. أشكرك يا رب لأنك تشغلنا بالأمر اللي هنقعد فيه كل عمرنا، حياة أبدية معاك. بارك أختي وطمنها من أجل أمورها في الأرض، وكمان يا رب باركها وفرحها وأعلن ليها أنك
عايزنا النهاردة نكون بنبني بيتنا اللي في السماء. أشكرك لأنك بتسمع وبتستجيب لك كل المجد بشفاعة كل قديسيك. أمين أمين أمين. إحنا لأن الوقت خلاص هناخد الطلبات مجمعة وتصلي نشينا. طلبة صلاة من أجل سارة، ربنا يدافع عنها ويرجع لها حقها من اللي ظلموها ويعوضها ويحل مشكلتها. سامي، صلوا من أجلي كتير لأن صلاتكم مستجابة، أنا خاطي كتير. صلاة من أجل صباح عندها فشل كلوي، ومن أجل عماد عنده تعب مزمن في القولون. صلاة من أجل الطفلة سالي عندها نزيف في المخ. صلاة من أجل هاني، الرب يعطيه نسل. سلام ونعمة، طلبة صلاة من أجل ناتالي عندها فشل كلوي وفي العناية، ومن أجل إيفا عندها كانسر وأنا مشاكل في المرارة والمعدة. طلبة صلاة من أجل ابنك جون، حرره من عبودية الخطية والإدمان، والرب يهيئ قلبه رجوعا لحضنه وينجح طريق رجوعه. طلبة صلاة لعايد، ربنا يصلح علاقتها بزوجها لعايدة، أسفة. طلبة صلاة لعايدة، ربنا يصلح علاقتها بزوجها ويرجع بينهم المحبة والسلام. طلبة صلاة من أجل مريم، ربنا يحميها من كل محاربات إبليس. تفضل يا مشاري. بحب أقول لما بسمع أي مقطع كتابي بيبدأ بكلمة أنا. لما الرب بيقول أنا، فهنا بيقول أنا على غنمي، شجعني جدا. لما الرب بيقول أنا يعني أنا واقف في التحدي، أنا واقف موجود وحي، أرعى غنمي وأربطها. لكل السيادرة أطلب الضال، السرد المطرود، أكبر الكثير، أعصب الجريح، أبيد السمين والقوي وأرعاها بعد. بس دي تخصصات بس ما حدش يعملها غيره. بس يقول أنا رب يعلن نفسي النهاردة لأولادي ولهم أنا. أشكرك ونبارك اسمك، أديك شايف. هللويا، وأنت رب عظيم، لما بتشوف لا تسكت ولا تهدأ. أشكرك لأنك عالم، ولما تعلم بحالة ولادك يا رب تسرع جدا لنجاتهم. أشكرك لأجل أنك أنت لما بتقول أنا أرعى غنمي، هللويا، نصدقك ونؤمن بيك. نعم، لأنك صادق في كلامك. إحنا بنستودع ولادك يا رب كلهم بين إيديك، كل واحد بتعب والكثير والجريح واللي يا رب اللي ضال والمطرود يا رب، واللي يا رب تعبان يا رب الأزمات استنزفت يا رب حياته وأعصابه وعيش في قلق. أشكرك أنت تردهم إليك من فضلك يا رب. نعم، أنت تبيد السمين والقوي، تراها بعدل بدل أعدائهم يا رب اللي ظلموهم. باسم المسيح يسوع نطلبك تستعلن ليهم النهاردة بأنك أنت إله قدير، قادر على كل شيء، لا يعصر عليك أمر، تتفتح العينين عليك يا رب، والنهاردة يختبر شعبك في كل مكان زي ما كلمتنا أنا معك يا رب. يسمع ودانهم وتسمع قلوبهم وكل كيانهم، أنا معك، لا تخاف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، اسم المسيح يسوع. كرامة ومجد ليك لأجل يا رب معونتك، كرامة لأجل أنك تفتح النهاردة السماء وتسمع كل طلبات شعبك. كل الكرامة والمجد ليك. أمين أمين أمين. بشكركم جدا، بشكرك يا نبين. شكرا لك. بشكرك يا واجب. شكرا لك. بشكرك يا نشأت. شكرا. عرفنا النهاردة أنه الصلاة المستجابة بتبدأ من السماء، بعظم الله، بدخل بتعظيم الله وأقول له أنت عظيم، وممكن تسبيح وممكن ترنيم، لأن الصلاة اللي بتبتدي في السماء بتنتهي في السماء. ربنا معاكم.